أهلا بكم حضرات في تجربة عملية خاصة بشابتر الأسيلوسكوب. النهاردة هناخد الفيس شيفت باستخدام الأسيلوسكوب. طبعا هنا الدائرة أنا عاملها سيركت ويزر، برنامج رائع. طبعا هنقرا زي ما احنا قلنا الفيس شيفت باستخدام الأسيلوسكوب أو باستخدام اكس واي بلوتر. طبعا الدائرة زي ما احنا قلنا أنا رسمها سيركت ويزر أهو، ممكن تعملها في البيت عادي. عندنا طريقتين، الطريقة الأولى باستخدام الأسيلوسكوب عادي، والطريقة التانية باستخدام الاكس واي بلوتر. طبعا عشان أحصل على فيس شيفت هستخدم هنا عندي اي سي سورس ومعايا مكثف 1 مايكرو فراد ومعايا مقاومة 220 أوم. هاخد الأسيلوسكوب الاتنين شانل، الشانل الأولى على الإنبوت مثلا اللي هو الاي سي سورس عندي، والشانل التانية هوصلها على الاوتبوت بتاع المقاومة او الاوتبوت اللي هاخده على المقاومة اللي هو في اوتبوت بيساوي في ار. طبعا الدايرة بالبساطة دي ان انا عندي اي سي سورس واخد الاوتبوت على المقاومة في مكثف في الدايرة توالي، دي عبارة عن هاي باس مين فلتر زي ما انتم عارفين، مش موضوعنا. المهم دلوقتي ان انا الشانل واحد هاخد عليها السورس عندي او الشانل اتنين مش مشكلة. ها طبعا هظبط الفولت اوفر ديفيجن على 2 فولت، والشانل اتنين هاخد الاوت على المقاومه في ار او الفولت اللي على المقاومه اسمه في ار، وهظبط الفولت بير ديفيجن على 2 فولت. طبعا في اس عباره عن ساين ويف بتردد معروف او تردد انت هتحسبه. وبالتالي تعال نرسم الفيزور دايجرام. عندنا هنا جهد المقاومه اسمه في ار، طبعا معروف ان جهد المقاومه في ار بيبقى ان فيز مع تيارها اللي اسمه اي ار، وكمان معانا ان التيار الدايره اسمه اي ار هو نفس التيار المكثف لان دايره توالي، يبقى اي ار هو اي سي نفس مين المين الفيكتور ده، وهو نفسه كمان تيار السورس لان الدايره قلنا توالي. وبالتالي عندنا اي سي ده تيار المكثف، معروف ان جهد المكثف بيتاخر عن تياره بزاويه 90، فبالتالي هيبقى في سي لتحت كده والزاويه بين تياره 90 درجه، وهيبقى متاخر يعني الاتجاه الفيكتور ده اللي هو في سي بيبقى لتحت بزاويه 90. ولو رسمنا وجبنا المحصله بين في سي وفي ار هيدينا الخط اللي في النص ده هو قطر المستطيل، بيعبر عندي عن الفي اس، الفي اس اللي هو فولت السورس عندي او الاي سي سورس. طبعا المثلث ده زي ما اتعودنا ممكن اقفل القطر بتاعه او اجيب المحصله باثنين فيكتور دول بطريقه مباشره، ان انا اقفل كده بالقطر في الاتجاه ده او اقفل في الاتجاه الثاني، يبقى ممكن اقفل في الاتجاه الثاني كده او اقفل في الاتجاه الاول. وبالتالي الفاي هي عباره عن ايه؟ هي الزاويه بين جهد المقاومه وفي اس، هي الزاويه بين جهد المقاومه وجهد السورس عندي هي الفاي، ودي تبقى ثابته زي ما احنا قلنا. ممكن انا اقفل في الاتجاه ده وفي نفس الوقت برضو ان الفاي هي زاويه بين جهد المقاومه وجهد الفي اس. لو لاحظنا اصلا ان فاي بتساوي فاي لان دول عباره عن ضلعين متساويين في المثلث، وبالتالي فاي بتساوي عباره عن تان ماينس 1 في سي على في ار. ليه؟ لان عندنا هنا لو خدنا المثلث اللي بره ده، المثلث اللي بره عندي الفاي هنا بتساوي مقابل تان فاي، تان فاي بيساوي مقابل على مجاور، مقابل هنا في سي المجاور في ار في المثلث اللي هنا ده، المثلث الاولاني ده، خلاص؟ طيب لو انا جبت تان ماينس 1 المقابل على المجاور يطلع لي فاي مباشره، او ممكن اجيب بطريقه ثانيه ان احنا كنا نرسم الفيكتور بتاع المقاومه او الفيكتور بتاع الاكس سي، معروف ان الفيكتور الاكس سي بيبقى عمودي على فيكتور المقاومه، لو جبت انا المحصله يطلع لي زد اللي هي الامبيدنس التوتال بتاعت الدايره، ولو جبت الفاي معروف ان الفاي هي الزاويه بين ار وزد، معروف ان الفاي هي الزاويه بين ار وزد، وبالتالي الفاي عندي بتساوي تان ماينس 1 اكس سي على ار اللي هي المقابل على المجاور، مقابل على المجاور في المثلث اللي تحت. معروف الاكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي، 1 على 2 باي اف سي او 1 على اوميجا سي، بحيث الاوميجا عباره عن 2 باي اف. وما انساش كمان المثلث ده هو نفس المثلث اللي فوق على فكره، مفيش اختلاف، لان ار لو ضربتها في اي ار اللي هو تيار المقاومه هيطلع جهد المقاومه اسمه في ار، وكمان الاكس سي لو ضربتها في تيار الاي سي تيار المكثف نفسه اللي هو نفس تيار الاي ار برضه، يعني المثلث ده كله هضربه في نفس التيار اسمه اي ار، المثلث كله ده 3 اضعاف، وبالتالي الاكس سي لما اضربها في الاي ار هو نفسه لو ضربته في الاي سي، وبالتالي اي سي اكس سي، وهنا هيبقى اي اس في زد، اي اس في زد هو نفسه اي ار في زد لان نفس التيار مين الدايره، وبالتالي هيبقى عند اي اس في زد هو في مين في اس، هيدينا المثلث اللي فوق. تعال نشوف مع بعض كده، يبقى اي سي لما اضربها في اكس سي، خلي بالك الاي سي هو نفسه الاي ار زي ما قلنا، والاي اس هنا في الزد هو تيار سورس هو نفسه اي ار، اكني ضربت المثلث ده في اي ار توتال، وبالتالي عندنا ار اي ار هو جهد المقاومه، عندنا اي سي اكس سي جهد المكثف، اي اس في زد هو الفي اس. وما انساش كمان ان الفي اس هنا ما ينفعش اقول ان هي مجموع في ار زائد في سي مباشره، يعني ما ينفعش في الدائره دي الاي سي سيجنال هنا اقول ان الفي اس بتساوي عندي جهد المكثف زائد جهد المقاومه، الكلام ده غلط طبعا، لان ما ينفعش اجمع مجموع جبري، لكن ينفع اجمع مجموع اتجاه، بمعنى ان الفي اس بتساوي الجذر التربيعي الفي ار تربيع زائد في سي تربيع. ما تنساش ان الفي اس بيساوي الجذر التربيعي لمربعات
القيم، بس بجيب لهم المجموع طبعا. ونفس النظام لو الفي اس هي الجهد السورس، فهي الزد عبارة عن الامبيدنس بتاعت الدائرة التوتال، فبالتالي الزد بتساوي جذر تربيعي ار تربيع زائد اكس سي تربيع. ما ينفعش اقول ان الزد بتاعت الدائرة بتساوي اكس سي زائد ار، الكلام ده غلط، لان زي ما قلنا ما ينفعش اجمع مجموع جبري. يبقى زد بتساوي جذر تربيع ار تربيع زائد اكس سي تربيع. وملاحظة صغيرة، انا المثلث ده ضربته في اي مين ار، فاي ار كله طلع لي جهد مين او المثلث بتاع الجهود. لو مسكت نفس المثلث ده اللي هو ار واكس سي وزد ضربته في اي تربيع، اي تربيع هيبقى هنا ار اي تربيع، ودي الاكتف باور، الاكتف باور اللي هي بالواط، هنا هيبقى اي تربيع اكس سي، ودي بتبقى الرياكتف باور، الرياكتف باور اي تربيع زد، ده هيبقى الابيرنت باور. وبالتالي نفس النظام، لو شلت الفي اس هنا وحطيت الابيرنت باور بتساوي الجذر التربيعي ل الاكتف باور متربعة زائد الرياكتف باور متربعة. هروح ازاي نقرا الفيس شيفت عندي؟ ان انا زي ما قلنا هيبقى عندنا هنرسم الاشارتين، طبعا هنرسم الاشارتين الاوتبوت بتاع المقاومة والاوتبوت بتاع مين؟ الفي اس. ملاحظة صغيرة، طبعا هنا لو جهد المقاومة ليه قيمة والجهد المكثف ليه قيمة، معروف ان الوتر اللي هو في اس، الوتر بتاع المثلث دايما اكبر من اي من الضلعين، يبقى الفي اس اللي هو وتر المثلث بيبقى دايما اكبر من الضلع الاولاني واكبر من الضلع الثاني. وتر المثلث اكبر من ضلع المثلث الاولاني اسمه في ار، واكبر من ضلع المثلث الثاني اللي اسمه في سي، ده معروف من حساب المثلثات. فبالتالي عندي هنلقى دايما الفي اس اكبر من في ار، الفي اس عندي اكبر من في ار، دي الاشاره، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه عندي هنلاحظ هنا لو رحنا للمثلث الاولاني ده، لو المثلث ده وانا جايب المحصله هنا، هنلقى الفي سي متاخر عن الفي ار بزاويه 90 زي ما احنا قلنا. اما الفي اس اللي هو القطر ده، القطر ده هيبقى متاخر عن جهد المقاومه بزاويه اسمها فاي، يبقى الفي اس دايما هيبقى متاخر عن جهد المقاومه اللي هو ده بزاويه اسمها فاي، تمام. فهنلقى دايما لما نرسم الاشاره هنلقى الفي اس اكبر في الامبليتيود، وكمان متاخر، متاخر ان كان الفي ار هيبدا من زيرو، الثاني عشان يبدا من زيرو هنا الاكس اكسس عندي ان يبقى الاوتبوت عندي عليه بزيرو هيبقى متاخر شويه، فبالتالي هتلقى في شيفت. طبعا زي ما قلنا احنا مش بيبدا بزيرو مباشره هنا، بيبدا في جزء سالب قبل كده، فعشان كده هنا هنلقى في فيس شيفت. زي ما قلنا الفيس شيفت ده اقيسها ازاي؟ اول حاجه محتاج احسب مين؟ محتاج احسب التي دي. التي دي هي بتعبر عن زمن التاخير، التي دي بتعبر عن زمن التاخير، ان انا بقيس من الاسكوب بشوف كم مربع واضربه في التايم بير ديفيجن وكده بحصله كزمن. اما التي الكليه فانا ببتدي اقيس الاشاره عندي التي سايكل ليها كامله، بشوف نقطه واشوف النقطه دي بتتكرر فين. انا خدت النقطه هنا البدايه عند زيرو، فبشوفها لما تتكرر عند زيرو، قصدي الاوتبوت طبعا عند زيرو، وبقيس هنا التي كليه. ممكن واحد تاني يقيس التي كليه هنا بالنسبه للاشاره التانيه، ياخد من بدايه مثلا هنا للبدايه هنا، هيقول لي تي الكليه، لازم التي هي تي طبعا، ما فيش اختلاف، لان انت شغال على نفس الدايره بنفس الفريكونسي. يبقى الاشاره الثانيه اللي اسمها في اس دي لو انا عايز اكتبها تتكتب ازاي؟ تبقى الامبليتيود، انا ما يهمنيش هنا الامبليتيود على فكره، ساين افتح قوس اوميجا تي ناقص فاي. اما جهد المقاومه اللي اسمه في ار بيساوي امبليتيود في ساين اوميجا تي، ساين اوميجا تي مباشر، فان الفي اس هو المتاخر بتبقى اوميجا تي ناقص فاي، ناقص دي بتعبر عن التاخير، وفاي اللي هي زاويه التاخير اللي بقيسها عن طريق التي دي، ومعروف ان الساين، فباللازم الجزء ده بيبقى ليه وحده وليكن اي وحده، فلازم الفاي تبقى نفس الوحده عشان اطرح كميتين من بعض ليهم نفس الوحده. فبالتالي اصلا فاي بتساوي ايه؟ الفاي لازم تساوي اوميجا تي، يبقى الفاي بتساوي اوميجا تي، بس مش اي تي، لا التي دي اللي هو بيعبر عن زمن التاخير، التي دي. والاوميجا عباره عن 2 باي اف طبعا، والتي دي زي ما هي ايه. وطبعا انت الاثنين باي، الاثنين باي ب 360، لان انا بعوض عن باي ب 360 لما بحسب زوايا. يبقى فاي دي بتعبر عن زاويه، بالتالي باي لازم تبقى 180، يبقى 360 في التي دي عندي، والاف هي مقلوب التي كابيتال. فبالتالي اقيس التي دي اللي هو عدد المربعات في التايم بير ديفيجن، والتي كابيتال عدد المربعات في التايم بير ديفيجن. فانا مش محتاج اعرف التايم بير ديفيجن لان هيبقى موجود في البسط وموجود في المقام، هيطير معايا من البسط والمقام. فانا اقيس التي دي كمربعات واقيس التي كابيتال مربعات مش اكتر، واقسم الاثنين على بعض، مش محتاج اعرف التايم بير ديفيجن كام. اما في حاله الاكس واي بلوتر او اكس واي مود، دي عن طريق الاوسيلوسكوب برضو، ان انا بختار اول حاجه بضغط على سويتش اللي اسمه ديسبلاي، سويتش اسمه ديسبلاي، قدام اف 2 هنلقى مكتوب واي تي معناها امبليتيود مع الزمن، انا اروح اضغط على واي اكس، انا اروح ضاغط على واي
اكس. واي اكس يعني يرسم مين؟ يرسم الاشارتين مع بعض، اكس الاشاره الاولى وواي الاشاره الثانيه. هيدينا الشكل الثاني، هيدينا الشكل اللي هنا ده عباره عن شكل بيضاوي كده، شكل بيضاوي بالشكل ده. محتاج في الشكل ده اعرف حاجتين، اعرف نقطه التقاطع مع المحور الراسي، النقطه هنا والنقطه هنا، واقيس هنا كم مربع، هقيس هنا كم مربع وهسمي دي بي، واقيس كمان الماكسيمم عندي فوق والمينيمم تحت، او اقيس البيك تو بيك، اقيس الماكسيمم هنا فين والماكسيمم هنا فين، واقيس عدد المربعات بينهم او احسب عدد المربعات ما بينهم واسميها ايه. بالتالي يبقى عندي بي وعندي ايه، يبقى البي هي تقاطع الشكل مع المحور الراسي، النقطتين دول بقيس عدد المربعات ما بينهم، والماكسيمم للماكسيمم بقيس عدد المربعات ما بينهم، واروح اقول ان فاي عباره عن ساين ماينس 1 بي على ايه، اقيس بي وايه واقسمهم واجيب لها ساين ماينس 1 يطلع لي مين؟ الفاي مباشره. تعال نشوف مع بعض الفيديو العملي. التجربه الثانيه هنقيس الفيس شيفت باستخدام الاوسيلوسكوب، او هنقرا الفيس شيفت بين اشارتين باستخدام الاوسيلوسكوب. طبعا الدايره زي ما احنا شرحنا عليه المكثف 1 مايكرو فراد، وعندنا المقاومه 220 اوم. طبعا المكثف هنا والمقاومه توالي. هوصل الاي سي سيجنال هنا اهي على طرف المكثف، طرف المكثف الثاني زي ما انتم شايفين هنا وصل بالمقاومه، والطرف الثاني للمقاومه وصل بالارضي. ده الارضي بتاع الدايره، وده الاشاره الاي سي عندي، ده الاي سي عندي خلاص. طبعا انا هستخدم اوسيلوسكوب زي ما انتم شايفين هنا اهو، اوسيلوسكوب طبعا هاخد على الاثنين شانل، الاثنين شانل بتاعين الاوسيلوسكوب اهو، شانل واحد وشانل اثنين. طبعا انا ما انساش اوصل الارضي بتاع الاوسيلوسكوب، الارضي بتاع الاوسيلوسكوب اهو، ده الارضي الاحمر موصله بالارضي هنا بتاع الدايره خلاص. طيب هنوصل مثلا الشانل دي على الطرف اللي هنا ده، ده باخد الاوتبوت على المقاومه اهو، وادي مين؟ الانبوت بتاعي. عايز ارسم الاشاره او الشيفت بين الانبوت والاوتبوت اللي على المقاومه. تعال كده نبص على السلسكوب عندي، هنبص على السلسكوب كده هنلقى الاشارتين ايه مش ظاهرين كاملين، في ايه خارج السكوب عندي. فبعمل ايه؟ بضغط على اوتو كده في الاول، هنلقى الاشارتين كده متشفتين. اول حاجه ان انا لازم الاشارتين يبقوا على نفس الخط، على نفس الريفرنس عندي. فانا بعمل ايه؟ بضغط على بلغي تشانل 2، تشانل 2 اهو، اضغط كده، اضغط كمان ضغطه كده اتلغت، يبقى تشانل 1 هي اللي شغاله. تشانل 1 هنلقى الاشاره متشفته فوق، فانا اضغط ايه؟ هتلقى هنا مكتوب تشانل 2، يعني تشانل 2 هو اللي هيقراه، فانا اضغط على تشانل 1 يظهر عندي في المربع هنا تشانل 1. اجي بعد كده اف 1 بيقول لي ان هو اي سي، يعني ايه؟ اكروس كاباستور، يعني بيقرا اشاره ساين. تمام، اضغط كمان ضغطه تبقى جراوند، بقت خط مستقيم اهو. انزل كده انزلها كده ارضي كده لفين؟ للخط اللي في السنتر كده، نزلت اهي. تمام، وما انساش بص كده في المربع ده هنلاقي مظبوطه على كام؟ 5 فولت. ممكن انا اظبطها على 2 فولت مفيش مشكله، او 5 فولت مفيش مشكله، 2 فولت. يبقى انا ظبطت دي 2 فولت، تشانل 1 والخط في النص. هروح لتشانل 2، قبل ما اروح لتشانل 2 ارجع ده اي سي تاني. هنلقى بص كده الاي سي عندي ظاهره في النص كده في السنتر، يعني الموجب قد سالب بالظبط. الغي تشانل 1 خلاص كده مهمتها انتهت، اشغل تشانل 2. تشانل 2 هنلقى هنا متفعل تشانل 2، لو لقيتهاش متفعله اضغط كمان ضغط عشان تتفعل، وفعلا ظهرت الاشاره بتاعت مين؟ تشانل 2. اول حاجه احولها ارضي جراوند واطلعها لفوق كده عشان اشفتها تبقى على نفس الخط مين؟ اللي في السنتر فوق كده، في السنتر اهي على الخط بتاع السنتر. تمام، طبعا الفولت بير ديفيجن هنا 5، لازم اخليه زي التشانل الثانيه. التشانل الثانيه كان كام؟ كان 2، ممكن اخلي ده 2 برضه. تمام كده، ارجع ده برضه بعد الجراوند ارجعه اي سي ثاني زي ما كانت كده، الاشاره مظبوطه اهي، واشغل التشانل 1. هنلقى الاشارتين هنا يعني راكبين على بعض من نفس السنتر، بصوا كده الخطين هنا منطبقين على بعض بتاع الريفرنس بتاعي او السنتر. ده مين كان؟ كان انا رسمت الاشارتين، وخلي بالك ان التشانل 1 2 فولت اهي، وتشانل 2 2 فولت، يعني لازم يبقوا نفس السكيل او الفولت بير ديفيجن. طبعا زي ما احنا شرحنا انا محتاج التي دي. التي دي اجيبها ازاي؟ انا ممكن اكبر دي شويه، ازومها كده، ونخلي مثلا الخضره هنا، الخضره دي تبقى من زيرو، اشفت كده يمين شويه، اشفت الاشاره يمين وشمال من هنا اهو الزرار ده. اخلي مثلا ايه الزرقاء عندي فين؟ بادئه من فين؟ الزرقاء مثلا اخليها بادئه عندي من الزيرو. تمام، هقرا كده، هقرا التي الكليه، التي كابيتال، التي كابيتال اقرا من هنا لغايه هنا، يبقى ده البيريود بتاعتي، يبقى مربع 2 3 4 5، 5 في كل مربع 5 شرط، يبقى عندي 25 شرطه صغيره، 25 شرطه صغيره. طيب عايز اقيس التي دي، التي دي هنا اللي هي الفيس شيفت، او التي دي هي الزمن تاخير بين الاشارتين.
عندي هقيس كده شرطة 2.5، هنلاقيها شرطتين ونص، يبقى عندي تي دي شرطتين ونص، تقريبا شرطتين ونص او شرطتين يعني تقريبا 8/10، شرطتين وثمانية من عشرة، على زي ما احنا قلنا في الاول عندنا خمس مربعات في خمسة يدينا 25 شرطة صغيرة، واروح اقسم تي دي اللي هي 2.8 شرطة على 25 اضربها في 360 يطلع لي في الشيفت عندي بالظبط كام. طيب الطريقة التانية، ان انا اضغط على ديسبلاي، هنا ديسبلاي هنلقى هنا كاتب الفورمات واي تي، واي تي معناها الامبليتود مع الزمن، يعني برسم الامبليتود مع الزمن، اضغط ضغطة تاني بيروح اكس، رسم اكس واي، رسم اكس واي زي ما احنا قلنا بنشوف الاليبس ده متقطع مع المحور الرأسي فين؟ في نقطة هنا ونقطة هنا، اجيب المسافة بين دول، بين النقطة التقاطع الرأسية ونقطة التقاطع الرأسية اللي فوق. هنعد كده، عندنا مربع وتقريبا 3 شرط ونص، يعني عندنا هنا مربع وتقريبا 3 شرط ونص، وفوق عندنا مربع وتقريبا شرطة ونص، يبقى عندنا مربعين وتقريبا 5 شرط، يعني 3 ونص تحت وشرطة ونص فوق 5، وعندنا مربعين وكل مربع بخمس شرط صغيرة، يبقى عندنا 10 شرط وتلاتة ونص وشرطة ونص، كده عندنا 15 شرطة هي البي، دي هي البي اللي هي 15 شرطة صغيرة، 15 شرطة صغيرة. هروح الاي، الاي دي بقى اسم الماكسيمم للماكسيمم، ماكسيمم فوق للماكسيمم تحت. طيب الماكسيمم فوق هقيس دي مربع 2 وكم شرطة كده، تقريبا 3 شرط بالظبط. هنقيس تحت هنا برضو عبارة عن تقريبا مربعين وثلاث شرط، مربعين وثلاث شرط، يعني عندنا مربعين وثلاث شرط فوق، مربعين وثلاث شرط تحت، عندنا ما يقرب بين أربع مربعات وست شرط، الأربع مربعات كل مربع خمس شرطات، يبقى أربعة في خمسة بعشرين شرطة، عشرين شرطة، وثلاثة وثلاثة يبقى 26، يبقى أنا هقسم كده الـ A عندنا 26 شرطة، والـ B زي ما احنا قلنا هروح قاسم B على A وأجيب لهم ساين ماينس 1 يطلع لي الزاوية. تعال كده مع بعض هنا، نرجع تاني، الواي تي ونضغط مثلا على الإشارة. لاحظوا معايا ان في إشارة خضراء وإشارة مين؟ وإشارة صفراء. طب فين فولت المقاومة وفين فولت السورس؟ تعال كده، لما انا ده فولت المقاومة او الإشارة بتاعت المقاومة انا هشيلها هنا. لما انا شلت الإشارة بتاعت المقاومة طلع لي الإشارة الساين بس الصفراء، يبقى الصفراء دي هي مين؟ هي السورس. معايا هنا؟ بصوا هنا، دي الإشارة اللي جاية من السورس اهي، السورس اهي، هي في الحقيقة ده الكابل بتاعها اهو، الكابل بتاعها اهو متوصل على تشانل كام؟ متوصل على تشانل 2، وتشانل 2 هنا باللون الأصفر اهي، باللون الأصفر فعلا الإشارة الصفراء هي مين؟ تشانل 2 اللي هو جهد مين؟ السورس عندي. طيب يبقى الإشارة التانية دي اللي هنا دي لما هوصلها كده هنلقى مين؟ الشانل الواحد، الاشاره بتاعت الاوبت المقاومه اللي هي الشانل الواحد، هنلقى جهد المقاومه دايما اقل من جهد مين؟ السورس، جهد المقاومه اقل من جهد السورس، ولو خدت انا جهد المقاومه هو الريفرنس، الريفرنس يعني هو بادئ من زيرو، هنلقى جهد السورس فعلا متاخر عن جهد المقاومه، يبقى جهد السورس متاخر عن جهد المقاومه بالفيز شيفت دي، تمام زي ما احنا شرحنا، ودي كانت التجربه الخاصه بالفيز شيفت باستخدام الاوسيلوسكوب. طبعا بعد الفيديو العملي تعال مع بعض كده، هأحسب الفاي بالناحية النظرية. أولا زي ما احنا رسمنا المثلث، أدي مين؟ أدي إكس سي وده طبعا آر، هنا سوري دي مش أي آر دي آر، وهنا عندي زد، وأدي الزاوية فاي، فاي بتساوي إيه؟ 10 ماينس 1 إكس سي على آر. طب الإكس سي بتساوي إيه؟ 1 على 2 باي إف سي، الإف دي مقلوبة تي كابيتال، يبقى التي كابيتال فوق أهي، و2 باي سي تحت. طبعا هنا إيه؟ أدي التي لما احنا قسناها لقيناها خمس مربعات، خمس مربعات في التايم بير ديفيجن عباره عن 200 مايكرو، 200 مايكرو للمربع، فانا هضرب ال 200 في 10 سالب 6 و2 الباي 3 و14 من 100، طبعا عشان هنا مش زاويه انا بقيس مقاومه اسمها اكس سي، فبالتالي لازم الباي يتعوض عنها ب 3 و14 من 100. في السي عندي 1 في 10 سالب 6 لان 1 مايكرو، طلعت قيمه المقاومه المكثف بتاعتي عباره عن 159.2 اوم، والار في الدايره 220 اوم زي ما احنا قلنا، الار 220، وبالتالي هعوض على القانون اللي فوق، هعوض في القانون اللي فوق هيطلع الفاي تايم ماينس 1 159.2 على 220 اوم، طلعت ب 35.88 من 100 درجه عندي، يبقى 35.88 ده الناحيه النظريه، حسابات يدويه. لما انا استخدمت الاوسيلوسكوب واستخدمت الطريقه الاولانيه حسبت التي دي وحسبت التي هنا
كم مربعات مش اكتر، كم مربعات. هنلاقي الفاي بتساوي 360 في تي دي على تي كابيتال، زي ما احنا قلنا 360 التي دي قلنا طلعت كام، عباره عن شرطتين ونص. التي دي هنا دي طلعت شرطتين ونص زي ما احنا قلنا. عندنا التي كابيتال طلعت خمس مربعات، وكل مربع خمس شرط، لان انا شغال على الشرط الصغيره، يبقى تحت اشتغل على الشرط الصغيره، يبقى خمسه مربعات في خمس شرط صغيره. طلعت الزاويه مباشره 36، هنلاقي هنا القيمه مقاربه جدا للقيمه الحسابيه اللي انا حسبتها بالطريقه اليدويه. هنروح بعد كده للطريقه الثانيه اللي استخدمنا فيها اكس واي مود، حسبنا البي وحسبنا الاي. البي طلعت ب 15 والاي طلعت ب 26، طبعا ده شرط صغيره، يعني 15 شرطه صغيره للبي و26 شرطه صغيره للاي. والقانون بيقول ساين ماينس 1 بي على اي طلعت ب 35 و23 من 100 درجه. هنلاقي تلات قيم قريبين جدا من بعض زي ما انتم شفتوا. وطبعا انا بشكركم جدا، لو عندكم اي استفسارات او اسئله سيبوها لنا في التعليقات اسفل الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعونا في باقي الفيديوهات. شكرا جزيلا.